السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن علم تغذية النبات. مع التطور السريع جدا اللي حصل في علم الهندسة الوراثية وعلم تربية النبات، أنتجنا أصناف جديدة إنتاجها عالي ونموها قوي، ولكن المخزون الغذائي في التربة غير كافي ليها بسبب إن احتياجها من عناصر غذائية كبير جدا. انتشر ما يعرف بالزراعات الكثيفة، وهي زراعة مع عدد نباتات كبير في منطقة صغيرة أدى إلى استهلاك المخزون الغذائي في بعض التربة. وكمان في بعض الأراضي زي الأراضي القلوية والأراضي الجيرية بتحتوي على نسب كبيرة جدا من بعض العناصر، ولكن في صورة غير ميسرة للنبات، مما أدى إلى إضافة هذه العناصر عن طريق التسميد الكيميائي سواء بالمركبات المخلالية أو الرش الورق. خلاصة إن بقى فرض عليا بسبب العام اللي فاتت دي وغيرها كتير جدا تسميد المحاصيل بالأسمدة الكيميائية المختلفة، وده عشان أحصل على أعلى محصول بأفضل جودة. تغذية النبات عبارة عن إمداد النبات بالمركبات اللازمة للنمو والتمثيل الغذائي. المركبات الكيميائية عبارة عن العناصر الغذائية، والعنصر الغذائي الأساسي هو العنصر اللي النبات ما يقدرش يكمل دورة حياته من غيره. تنقسم العناصر الغذائية لعناصر كبرى زي كربون وهيدروجين أكسجين، نيتروجين، فوسفور، بوتاسيوم، كالسيوم، مغنيسيوم، كبريت، وعناصر زبرة زي حديد، زنك، منجنيز، نحاس، مولبدنم، كلور، بور. كل احتياجات خاصة في العناصر الغذائية، أي زيادة أو نقصان في العنصر الغذائي الخاص بالنبات بيؤدي إلى حدوث كوارث جوه النبات. فمثلا نقص العنصر بيؤدي الى ضعف النبات وقلة انتاجه وظهور بعض الامراض على النبات. فمثلا عندنا نقص عنصر البورون بيسبب القلب البني في الصليبيات، وكمان بيسبب القلب الفليني في التفاح. كمان نقص عنصر المنجنيز بيسبب التبرقش الاصفر في بنجر السكر. كمان زيادة العناصر بتؤدي الى اضرار عكسية داخل النبات، فعند زيادة العناصر في التربة تؤدي الى تراكمها داخل النبات مما تصل الى حد السمية. كمان زيادة العناصر تؤدي للإصابة ببعض الأمراض، فعند زيادة عنصر الحديد يؤدي إلى الإصابة بمرض التبرقش الأصفر في نبات القرص. علشان كده ما ينفعش أزود أو أقلل في كمية السماد اللي أضيفها للنبات، ولازم أضيفها في الموعد المحدد ليها بالظبط. خلونا النهاردة بقى نتكلم عن أول عنصر من العناصر الهامة والضرورية للنبات، هو عنصر النيتروجين. النيتروجين من أهم وأكبر العناصر اللي بيحتاجها النبات في حياته، وده لأسباب كتير جدا. وجود النيتروجين بشكل كافي في النبات يعني بناء ضوئي كويس، وده لان النيتروجين بيدخل في تكوين ماده الكلوروفيل وهي الماده الخضراء في النبات المسؤوله عن اتمام عمليه البناء الضوئي. كمان النيتروجين مهم جدا في عمليه التنفس في النبات، لانه بيدخل في تكوين مركبات الطاقه الاي تي بي والاي دي بي، وهي مركبات لازمه لاتمام عمليه التنفس. كمان النيتروجين مهم جدا للانقسامات داخل النبات، لانه بيدخل في تكوين الاحماض النوويه الدي ان اي والار ان اي. كمان النيتروجين مهم جدا للهرمونات النباتيه، لأنه بيدخل في تكوين الحمض الأمين التريبتوفان، والتريبتوفان هو البادي الأساسي المكون لهرمونات الأوكسينات. النيتروجين بيدخل في تكوين البروتينات داخل النبات، وبروتينات في النبات يعني مواد جديدة، ومواد جديدة يعني ورق جديد وأفرع جديدة، يعني بناء ضوئي كويس، يعني تمثيل للكربوهيدرات كويس، يعني تخزين كويس، يعني محصول في النهاية كويس. وده في حالة النيتروجين يكون في الحد الأمثل ليه من غير زيادة أو نقصان. فأي زيادة في النيتروجين تؤدي إلى أضرار كبيرة جدا، منها فزيادة النيتروجين بتؤدي إلى أضرار كتيرة جدا داخل النبات، منها تقليل نمو الجذور في النبات، وده لسببين. السبب الأول إن زيادة النيتروجين عن اللازم بتستهلك كمية كبيرة جدا من الكربوهيدرات عشان تحول النيتروجين لبروتين، فبتقلل كمية الكربوهيدرات المنتقلة من المجموع الخضري إلى المجموع الجذري. كمان بتقلل كمية الأكسينات المنتقلة من المجموع الخضري للمجموع الجذري، لأن النموات الخضرية كتيرة جدا بتستهلك كمية عالية من الأكسينات، فبالتالي بتقلل من نمو الجذور. كمان زيادة النيتروجين عن الحد الأمثل بتسبب غلظة في النبات، فبتجعل النبات أكثر عرضة للإصابة بالفطريات والحشرات. كمان زيادة النيتروجين عن الحد الأمثل في النبات بتزود من فترة الجوفينيليتي في النبات، وبتأخر من الوصول لمرحلة الإزهار والإثمار في النبات. وزي ما زيادة النيتروجين بتسبب أضرار كتير جدا، كمان نقص النيتروجين بيسبب أضرار كتير جدا، اهمها ان كل العمليات الحيويه اللي هتتم في الحد الامثل للنيتروجين مش هتتم بشكل طبيعي، فمش هيبقى فيه تنفس كويس، مش هيبقى فيه بناء ضوئي كويس، مش هيبقى فيه كربوهيدرات بشكل كويس، مش هيبقى فيه محصول كويس في النبات. كمان مش هيبقى فيه هرمونات اوكسينات بشكل كويس في النبات، وهي هرمونات مسؤوله عن استطاره الخلايا داخل النبات. كمان في حاله زياده نقص النيتروجين بتبدا تظهر الاوراق السفليه اللي هي كبيره السن باللون الاصفر. فعلشان كده لازم احافظ على النيتروجين داخل النبات في الحد الامثل من غير زياده ولا نقصان، علشان احصل على محصول كويس فيه. وده الحد الامثل للنيتروجين في معظم النباتات الموجوده عندنا في مصر.
ولو عايز تزود اكتر عن التسميد وعن النيتروجين فسيب لك المصادر تحت في وصف الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.